رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. وكتابك إن تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، وعين كجر بابك الصدعات في آداب المتعلم في نفسه ومع شيخه ورفقته ودرسه. فسليك وبعد وصدح يطوانها وعين كجرني أدبتي سقالات عين كجرني. وحب الشيخ وإذا ذكر شيخ شيئا شيخ مركو شيء شيخ فلا يقول يورني هكذا قلت أنك بساساني ساعة تريبان أنا شيخ قولي أو خطر لي ساعة تريباني يبقى صورنا علي أو سمعت السيدة ساناني اللفظة يدو مغلق أو هكذا قال فلان أمهب البس يا سويدي إلا أن أرنن إلا أن يعلم إن أجي هاي إثار شيخ ذلك شيخ وإن أرنتا دوران يوتشعل يهي بل إن وحن هروغا إن يكون صورنا علي إن يعدك علي إن يتنى أرنتا لو أفصين دون يارد إن كوغا دمو ياني هذا الشيخ مرقى الدنيا هو أرنكرا لكن هذا كلام أرنيو. وهكذا الله يقول ورما يقال فلان هب الباسين خلاف هذا كان شيء خلاف كذا أو روى فلان خلافه هب الوح ورئيس ساس خلاف صن أو ما هذا غير صحيح ونحو ذلك كاسي وح صحيح ما يوحي لمضى أرن ما يو ووحي أرمرك أولا تلمام يا أدب حما يا اعتراض وشيخ مرقى أبو الشري يا شيخ رأينات كيف إذي ستو أيها لدوني يا تري دين قف كيف إذي سني يمتيدي قف لم مرمي أما يعني دي وحا أقول لا يهي تصير أيها طاي. وهكذا الله يقول مورني قال فلان نبلو حري خلاف هذا كخلاف قيسة أو أما هو الرواء فلان خلاف وسي خلاف سياسو هي بالوري أو أما هذا غير صحيح قال صحيح ما يونح بذلك إريضا ورن ما يون. وإذا أصر الشيخ شيخ وادو قعد كيس على قول أو دليل قول بو قعد كيس أما دليل ولم يظهر له أمر ظاهر كان أو مع على خلاف صواب صواب سي خلاف صن أيو قعد كيس سهوا سهو دراد فلا يغير وجه وجهيس دور ما يو أو عينيها ما اندهيس أو يشير إلى غيرها معيدك أو يشار مايو كالمنكري سيدي مدي دروكري لما قال ووحو جيلي بل يأخذ ووحو قادريا ببشر ظاهر فرحد موقتا وإن لم يكن الشيخ مصيبا بيوهان مدى سيبي لغفلة موقت أو سهو أو قصور نظر في تلك الحال أما النظر كيس يفعي رضا يو فيرسي مثل هذا حارد أو فيرسي هبقى عبناته فإن العصمة في البشر حق إلى أنتو بين يدمي الحسن الأنبياء صلى الله عليه وسلم أيه سبناته. وعو الشيخ لي وإذا أصر الشيخ شيخ أدوك أتكيسته على قول أو دليل قول الشيخي أو الواسطة أما الدليل الشيخي بكو أكاد ولم يظهر له قفق الأرض يانا رنتا سيوتش كيد أممو قد قول كأما الدليل كأو أتكيسان أيوم أو على خلاف صوابنا وصر وح مركا قد كيسي على خلاف صواب صوابك يسير سعد سير خلاف سمو سير قد كيسي نسي غير كودنا هل كأوبا يرانا إسايو وإذا أصر شيخه على قول أو دليل ولم يظهر له أنا يمقني أنه يسوى على خلاف صواب سي صوابك خلاف سنة ليتحين أمم وقني أرديين سهوا بان الشيخ السيده ويري سيده هره اوضا ان لغو دايابان اي كووراك سنتاي مسخدا مركا من الجوزي با مركا انه ورانيسا لكن اوضا كووراك سن او اصروا على خلاف صواب سهوا سي صواب خلاف سنبو ساوي هانو قعد كيسي فلا يغير وجه مركا با وجهي سدورين مايو الا وجهي والا اخرستا عرضا والا اخرستا او فرحا والا اخرستا waa ogolaanshii sawal laga garta oo diidmadii sawal laga garta marka gujiga doorin maayo oo cayneeyha ama indhiisa doorin maayo oo yushiru ila gairi ama cid kale marka uu ishaari maayo kal mumkin lima qaru sidii isagoo inkirsan oo diidan waxa wiiri oo kale u muujin maayo bal yaqudu bi bishrin dhahirin wuxuu ku qaadanaya waxa uu sheekhu sheegay walaa khilaaf sawabi ba haa ate farah muqda
وإن لم يكن الشيخ مصيبا بيانوا أهانن مدى سبيل لغفلة موغان درادد مدى سبيل يهانن أو ساونا مساوية إلو أو قصور نظر أما النظر إيا في رأي فكر قامندي في تلك الحالة حالة دا يعني ومركا النظر كيس إيا في رأي كفكر يسوع إقابتي درادد بقر انتهوا إلى حذير. فإن العصمة في البشر الأنبياء اسم ذا إيا إلى لنتو بشر كي بن أدمي أنبياء صلى الله عليه وسلم بن أدمي كلا أردن مما إلى شنا قف إياس وابوه كي من أيا ولماذا هو وين بقى خطأ إيا مسائل ووين أي كبعان وليتحفظ حيسك إلى ريا من مخاطبة الشيخ الشخين وكره الله بما يعتاده وحيك عذرته بعض الناس ده يقرأ في كلام هذا الكيسة ولا يليق أروح بني خطاب به إلا كره الله مثل أيش بك أيش بك يعني أي شيء بك محاق وصوا وفهمت واد فهمت وسمعت واد مغشي وتدري واد قرن ويا إنسان قفيه ونحو ذلك يوحي الله ذا وحولي يا أرض يمرق الشيخ يسر الله الضي وليتحفظ هيسك إلى لي من مخاطبة الشيخ إنه كره الله بما يعتاده بعض الناس ذاتك وحي عادك نكتير في كلام هذا الكيسة ولا يريق خطابه به وإن لم راح الله أنا نحبورين دي الضي أما أقرام وذيهين أما ودي أنا أرضي وحين وحي كره الله أنا أكره استقوا وإن أنا كره الله المركة إلي والد كوكر وكدقية مثله إيش بك إيش بك واي أي شيء بك أي كذا محاك وصل محاك وضع أي منطقة وفهمت واد فهمت أما ما فهمت وسمعت واد مغشي وتدري واد قرن ويا إنسان قف يهو رجال نوع سوكر وين الشيخ يسأنو قرن القرآن ونحو ذلك يوحي الله مذا وكذلك سدا سوكر لا يحكي له وغش كين ما يوم ما خوضي به غير واحد كلا الله قلها الله ومما كيك هذا لا يليق خطاب الشيخ به شيخين لقول أحد لا أنا حبورين وإن كان حاكيا هبا هذا القاعد كلمتك حكاية كسو قرين أيه مثل قال فلان لفلان وحكولي أنت هذه قليل البر سنفرق سيونا قيس منذ يري هبات أو ما عندك خير أكت هذا خير ما هانن وشبه ذلك يوحي الله ماذا بل يقول وحرنا إياه إذا أراد الحكاية مرقو دون ما جرت العادة وحي عادته كصعته بالكنايه به وحلقه كرايده لقمل دهو مثل قال فلان لفلان وحو يري الابعد كافوغي قليل البر يعني سبا فرق سبدو يري هوي وما عند البعيد كافوغ ديس خير ما هانن وشبه ذلك يا ردا وحي شبهي وحول يا شيخ وكذلك لا يحكي له وقعي حكايته وحل إلى هذا الإيه وحيد كالتين مركلا سوق هذا اللي يهب الباس دايني وكذلك لا يحكي له شيخا وقعي حكايون ما يؤو وصوق هذا ما يؤو ما خوضي به غيره وحيد كالله قلها اللي ومما لا يليق وحيلا عنه حبونينا خطاب الشيخ بالشيخين قلها الله وإن كان حاكيا قف غير هباء هذا قف غير متكور ربيه مثل قال فلان لفلان وحوقور ربيه أولا يهبل أي هبل وحكومي مثل ما يعيش الشيء أنت أديه قليل البر ولا جاء جوا يريه يا خير كاغو أو ما عندك خير رأيت هذا خير ما هنن أقوم يعيد كلامه كشيء جي ده مر كل يهي أنت عد أن هذا الكن هو المقرن وحيو قاضنا يسأل الشيخ كل يه أنت أديه قليل البر بر جاء جوا يريه ما عندك خير رأيت هذا خير ما هذا الشيخ يبقون عيا مرخص سده يسوى حضر عيد كل شيء هبل بهبل كويري يعني ولاك هذا ما هني خير كويري حتى أنا أنت عندك رجال يوسف عن السج مرخص توصل عيا وش بذلك هي كم حشبه بل يقول محور إذا رد الحكاية مركو دوري يا حكاية يا واحد كلا يسرين وكور هبو ما جرت العادة بالكلاء تبي وحي عادة وعي قصة عطي إن الرماها صوكلا يلا كلا يدل قمل ضه مثل قال فلان لفلان هبل وع هبل كويري أنا بعده يعني كافق حركة هذا أنت أيو كويري هاي أيا أنت ذي ما شفت روح لي أنا بعده كافق هبل وح كويري قليل البر بر جيس مدو يري هبات ما عند البعيد كافق هبل أما كإن جب وقتي سما هانين خير وش بذلك ساس أيو عرضيا وليتحفظ
هيسك إيراليو هكذا أرسل من مفاجأة من مفاجأة الشيخ شيخ غير مركا وس وسو كذيو بصورة رد عليه صورة وحين وكر الدين أيوه أما وحكو علينا يو أج فإنه يقع صورة رد يو حواجي وحكدعا ممن لا يحسن الأدب كان أدبت ونجدين من الناس ضدها كميدة كثيرة نبلا مثل أن يقول له شيخ وين شيخ قول هذا أنت أذي ميا قلت كذا وكذا سعي سعيلي فيقول حرنا يا ما قلت كذا ما رسا ما نرن ويقول له شيخ وحقول حرنا مرادك وجدادة في سؤالك أذوجد كذا سميا أو خطر لك كذا ساسخ وصول عظيميا فقال فيقول حرنا لا ميا أو حرنا ما هذا مرادي ما هن أو ما خطر لي هذا كاسي وما صدعين وشبه ذلك كاوحي وكاوحي شبهي بل طريقه وحوية أن يتضفض إن وحي رضيسه بمرصده بالمكاسرة معناها كوي عشده وكوي عنا يعني ردي على شيخي شيخه كردين دي سيكو علين تيسا وحولي هل كان شيخه وليتحفظ أرضي هيسك إلالي من مفاجأة الشيخ الشيخين هو كذيو بسورة رد عليه سورة كردينة سفج أدوه هو يديو سكذاه مركا وهو مركا ردين وشيخ مركا ردين أيو ووحي وكعلين أيو إنه سي مفاجأة كذاه مركا وكتشوابه هيسك إلالي ما حي يلي مفاجأة دقدقاء كذاه مركا ردين مركا لو كتشوابه يقع فينه ويقع وقلع ممن لا يحسن الأدب إدى أنا أدبت وناجين إن أدب وناكسن لحين ومن الناس إذا كم إذا كثيرا إما ضم خدع عادتك أنا أدبت وناجين إن أدبت كم إذا وواس ديمرك مثل أن يقول له الشيخ وين كوي له أأنت أأنت أي خليجت أذي ميا قلت يلي كذا وكذا سعي سام هذه يلي فيقول عليه ما قلت كذا ما نرى معنى سي مفاجأة دك دك كذا أيو مركا وردوني ما يأرب سام أرنين ويقول له شيخ وعقور يا مرادك في سؤالك كذا وتشدد على السؤال شنو يودي سكلا إذا ما صدى صا أو خطر له كذا ما صا صا وصعد عضي فيقول عليه لا ما يا أو ما هذا مرادين ولا ذكاء وما كاسي مراد كي ويقول له شيخ وعقور مرادك في سؤالك كذا أو خطر له كذا فيقول عليه لا ما يا أو ما هذا مرادي بورن أو ما خطر لي هذا كاسي وما صدعين وش بذلك يعني وسورة الدين توصل مركا شيخي وره الدين يا مركا عرنتي وويديي بل طريقه وحوية أن يتلطف إن وحي على ذيسو فضيد صدو بالمكاسرة كوي عشدة مكاسرة هذا وحي وجدا كوي عش ومثلا لغة وعلى كسر الرجل عن أمره بمعنى صرفه وكوعي بركا بالمكاسرة كوي عشدة عن الرد على شيخي ومركا كوي عنا يردين ديسا يعني ووحي رضيسا سيدو وقوي عنا يردين دا شيخي هذا الكلام متعليق يعني إنه كوي لهذا كوي عشدة هذا ووحي رضيسا مكاسرة نسخة غارقودنا معاشرة بيورانيان بل يتلطف بالمعاشرة معاشرة يلدغنك عند الرد على شيخ ومركا كورة دينيي معاشرة يلدغنك هذا يقامك ومركا ولدغم أيو وحي على ضيسا بالمكاسرة بالمراجعة هاتش عندنا علماء قار خود باكو فسرة مكاسرة مراجعة كو فسرة وكذلك ساسوك إذا استفهمه الشيخ شيخ مركو يعني ويديو استفهام تقرير وجزم استفهام مركز سجد يجوين أيكو سجنتهاي كقولي أوكر ألم تقول كذا ساميان دوران أليس مراد وكذا مراد كذا ساميان وحين فلا يبادر بالرد عليه ردين ده وكرة دين يرد دقيقة ما يبقول الله أو ما هو مرادي بل يسكت هو عن مصيا أو يوري عن ذلك هو حكو قرن بكلام لطيف هذا الكريم ويفهم الشيخ وكفى أنسين يقسته منه وشدده كاك الليه فإن لم يكن بد لغم مارمان هدان يجرين من تعليل قصه وقوله إنه عدى يحرر هذا الكيس يقصد كيسه
فليقول إلى ذا فأنا الآن أقول كذا أرجو السياسي أن هذا الليه وأعود إلى قصي كذا وح قصي كذا عيال نقول ويعيد كلام هذا الكيس بسعين ولا يقول يا نورن الذي قلته أو الذي قصته كان قصي ما كان يسوي ولتضمنه وحد من صري هذا الكاسي كان رد عليه إنه كرد ليه تاهر وحي هد ولي يتحفظ من مفاجأة الشيخ بصورة رد عليه وامركو وحوي ديور هذا وحا مسيدة أسام مسيدة أسام يدكيدة تنوى كذلك وحا أير الله مدى وآن مركا سيدة عد أن ورد ليهن إذا استفهمه الشيخ الشيخ مركو ويديو استفهام تقرير وجزم استفهام يعني الشيخ كسوغ يهرد كجزم ليهو او الم تقول كذا سامي اذرن معنا سياسات تريبه كدغنت سؤالي ما كان اوجه جهد له ما سياسات تريمه هي واي استفهام تقرير وجز منه وحا وهي الم تقول كذا سامي اذرن معنا سياسات تريوي واوليس اليس مراد كذا وجدد ما نساي سدا وهي مجدد اما هي وهي تكبه دونيو او كو تقريرنيا فلا يبادر مركه سدا او دغنت هي ارينت الشيخ قرا ولا دقدق ما يبرد عليه إنه كعري بقوله ولا ذيسة لا ما يسامها أو ما هو مرادي مراد لي يسامها بل يسقط وعمصي مرهدو مرجع شيخ يعني كنت غريري ويسك عمصي أو يوري عن ذلك أمر عند وحوك غتوريون أو كو قرينا بكلام هذا لطيف أو فضض أو يفهم الشيخ أو كو فاسيني قصر منه شدده وكرها هذا الكلام اللطيف أو فضض أي مركه شيء فإن لم يكن بد من تحرير قصته وقوله هدي أن لقى ممار مانشرين إنه قصد كيسا تحريريو عديو قول كيسا إنه عديو ده يعني سكر أبو الله فهم إياه وده شيخ واحد كاري فهم كاري واحد كاروك قادر إياه وأن مركاتي هدو تلقى قد ما تيجي كارين فليقول هاي لدفا أنا الآن أقول كذا أنوكو حدا واحد لا يسدع معنى السدع ما رونا نمي حدا أيان كو شيء يسأل لا يحي وأعود وح نقرية إلى قصد كذا وح وقصد كيس هذا أنو نقرية ويعيد كلامه دوتين هذا الكيسي أي سؤالني يا هراي الشيخ مركع سيكله فهمني ولا يقول يورني الذي قلته كارني أو الذي قصدته كانو قصي سيسوي يورني ولتضمنه هذا القصد هذا وح كان سليس رد عليه وكذلك ينبغي وح أبور أن يقول في موضع لما لمن ما يشهد وح رنيا يا ولا نسلمه ماشي هذه وحورنا إياه فإن قيل لنا كذا سيدا هدينا لإلى هذا كورن أو فإن منعنا كذا هدي مركا نلود إذا سيدا كورن أو فإن سئلنا عن كذا سيدينا لويديا كورن أو فإن ورد هذا هدي سأل سؤال ريا كورن وشبه ذلك يكاوعي شبهي ليكون مستفهما للجواب سيو النقضة مركا أو النقضة ميد يعني دي فهم كدوانا إياه وفايدي سريا جوابته سائلا له أكو ويديني بحسن أدب أدب ونكسري ولطف عبارة عبارة يعني لطف يدي فضيت كذي دمعيد هل كهربو حشاق ونبو سويري يا نورن لما ولا نسلم ولا من نقل هذا إريضا ما هي أريد أساقو دعضي يعني أريد أن موافق سنستاذ يورن ما هو أورن يا مركز ويدين لهم وعلي وكذلك أساسه قال ينبغي وحابون أن يقول إلنا في موضع لما ولا نسلم هل كان لا لما ما هي يساكون نغطي ولا نسلم أريد وافق منه هل هو كأوران لها وحران يا فإن قيل لنا كذا شيخ حديث هذا أنا لا يلاحظه ما هي أرنتو نقول إساء أو فإن منعنا كذا وحا هدينا لو ديدو وسيانا لو ديدو لنا سيدا ماها ما هي يلينا أو فإن سئلنا عن كذا أرين ده الدين الودي محانو كذا جوابينا أو فإن أريد كذا وحى الدين لسؤال ريو أو اعتراض كذا بوش كذا الدين لو كيرو محان كذا جوابنا ساس أيو أوران وشبه ذلك يكاوحي شبهية محوسا أوران يا ليكون مستفهما للجواب سيو مركا ونقضو مد فإذا إيسان أيو فهن كدو أنا يا يعني جواب تاني يا وحن مركا الشيخ وشيقيو سائلا له أكو ويدين يا بحسن أدب أدب وناء جديو ولطف عبارة عبارة هي عبردة هي صوبا نجد فضض العاشر أدبت طبناد وحوي إذا سمع شيخا شيخا مركم مقرو ويذكر حكما في مسألة
حقن مسألة شيئية أو فائدة مستغربة أما فائدة لغريب سدي سوى شيئية أو يحكي حكاية أما حكاية يا أرن هوري كور هاميهم أو يشد شعرا أما الشعر هوري لتري سوى دري شرية والحلوة يحفظ ذلك يسير كاوي حفظ سيئي الصغاء إليه وودك تارعين إصغاء ما إصغاء مستفيد له في الحال سيدا وقودك رارعيا مدفع إذا سري هذا متعطيش له وهو أمن فريح به وكفر أحسن كأنه لم يسمع قط سوى نهر أم قل وكره وحولي يا شيخ والعاشر أدبت من نوع طبناد يا أدبت مرقى أرضي وشيخي سولي داقم يوحك هم ذا إنه وحا وشيخ أيوه حتى هبقى لنا إيه حدنا وأقابله أو سوى كيسي سيوه وحن وحبك قرنين إذا سمع الشيخ أمركم مغلو يذكر حكما في مسألة مسألة حكم كذا سوى الشيخية أو فائدة مستغربة أما فائدة لغريب سدو غريب الشيخ هو الشيخية أيوه مقرأ أو يحكي حكاية أما حكاية يا أرنية واحد عيه واحد تري أيوه كورها أو ينشد شعرا أما الشعر يقبي هورو لو تريي أي مركا إنشادين أي مركا آخرين أي هو يحفظ ذلك أرضي نوا وحفي سيئة بحوهم كانية فائدة ذنية حكاية ذنية قبي قنية أما قبي وما نقول سوا حفي سيئة أصغى إليه وودك رارع إصغاء مستفيد ده يعني سيدة وودك رارع مد فائدة سنية له في الحارة حد مد فائدة سنية حد وقوه الرئيس مد فائدة سنية وين ugu dhakhaaray haday isagoo garanaya ayo hadana wuxuu u dhakhaaraynaa masaladaas ugu dhageysanaya arrinka dhakhaaraynta mid faa'iideysanaya hada ugu horeeyso saaso qalan hore u maqal waynu dhageysaa muta'addishin ilayhi oo ooman ilaa in jahligu markaas waa oona waxa ku antirayaan waa cilmiga fariixin bi oo ku faraxsan ka lam yasma'u qad si waxaanu hore u maqal loo kale waatiin taalim mutaalim giba ku soo maraynay qofka masalada uu kun jeer maqray aan u dhageysanin sida masalada hadda ay ugu hor leedahay oo kale falaysa min ahli cilm ahli cilmi wa maaha masalada aad kun jeer maqashay iyo masalada ay hadda kugu horeyso weenad ku si u dhageysataa yani qofku inuu marka cilmiga iyo kitaabka la akhriyo waan garanayaa ama waxa la sheegay waan garanayaa وينان أورن مركا ماشي علم اللي جوه هيو وين مركا كبير يسوي تجا مركا وقف قصير هذا وادا ما يسوي وح ولا بوا كده ما دينا وماريته ومركا وجه اللي جي أكون تدري هاي قال عطاء وحي لتابعي عطاء إني لا أسمع الحديث من الرجل أنا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم كسر هذا بني كم غلام وأنا أعلم به منه أنا أول ما وقع قوم بدن فوري واحد تصير يا من نفسي أني لا أحسن منه شيء إلى أن وحبك وناجيني أن وحبك قرنين تابعي قالوا إني عطاء ابن أبي الرباح فقيها هاي عالمك هاي محدثك هاي مفسرك ها أي وحو لي إني لا أسمع الحديث من الرجل أنا هو حديث أيان كم مغلنين وأنا أعلم به منه أنا أولي بحديث كاشيقي وقع قوم بضن أيان الحديث كم مغلن يا شيقي فوريه من نفسي نبدا اذا دبدا وحان كتو سيريا اني لا احسن منه شيئا الى ان وحبك غراني نو كره ايان و دغيسانيا وعن قال وحا كلو ولي بيري ان شاب ارى بن دل يرى ايا لا يتحدث بحديث حديث اي مركا كورمي اما كشيكين فاستمع له وان دغيسن كاني لم اسمع سوى انا مقل ولقد سمعته وحنا مقري حديثك قبل ان يولد انت هان لبا دلين ايا حديث كان مقري وحكى روعة ابن ابي الرباح لا يهي ان شابا نند لي رايا لا يتحدث بحديث حديث بو مركا كور رمي او شيقي فاسمع له وان دقيسا كاني لم اسمع سوى انا مقل لو كره ولقد سمعت حديث كان وحن المغرب قبل ان يولد انت الله ودل انت هارو دلان با اسغون جيرين با ايا حديث كان انو هرتي اقاني حدنا مركا اركي اسغو شيغيا سيدي اورن مقلو كلام دغيستا معناها ان ان قفكو علمي اسك وينين عيد كاستو او شيغيسا اما هكا يراتو اما هكا قون يعني يراتو اما هكا دا يراتي انو علمي يوحي لا شيغيو
qofku dhageysto bal mar ee qarkood waxa dhacaysa waxaan ilaahay adiga kaga furmeynu kanba uga furo imika hadda suuratul ikhlas laba sudan wadaad oo soomaali oo tafsiir duubay haddaad ka dhageysato ama suuratul faatixa haddaad ka dhageysato mid walba ilaahay cilmi gaar uga furay meel aanu ki hore iska taagin mid walba iska taagiya ilaahay baa u furay mid walba ilaahay meel buu uga furaya marka waa in ciddii kasta cilmiga uu sheegaysa waa in la dhageysto oo laga qaato وإن سأله الشيخ عند الشروع في ذلك هدو ويدي عن حفظ له إن حفظ سيئي فلا يجيب بالنعم كجواب ما يو ولما فيه من الاستغناء وحقص وين ديغتون عن الشيخ في عن الشيخ وكديغتون يهي ولا يقول يورن الله ما يو ولما فيه من الكذب وحقص وين يبينه بل يقول وحرر يا أحب وحن شعري أنا أسمع من الشيخ هنا كم أغلو أو أنا أستفيد منه هنا كم أيديسو أو بعود عهدي به أما وقت يجي أن شيء أمرك قرني أما عندك توافقه أو هو من جهتك أصحه أما حقي إن أمرك قيمة دو مرك سحب ذيها فإن علم من حال الشيخ هذا كوغ هذا أنه يثير أن الشيخ دورني العلم إنه وقد بحفظه له إنه حفظ سيه مسرة تنبيه فرح وكفر حياة رادد أو أشار إليه بإتمامه إن لم يسروه الشارع امتحانا لضبطه قبشته سواء امتحانه أو حفظه أو لإظهار تحصيله أما يسوى موجره قف غير قف علمي الحسليين يهي فلا بأس لبكم أصغنا باتباع غرض الشيخ شيخ وشدس إنه راعه ابتقاء مرضاته سواء اللي أشيسا هذين يهو زيادا يهي سواء خرسلي لرغبته فيه شعيلك ومركة أرنده وشعيليه وحاول يا شيخ فإن سأله الشيخ عند الشروع في ذلك هذا الشيخ ويدي مركو حديث جي أما حكم كي أما قبي وحيالي مركو شيخ يوجد قل يو هذا ويدي عن حفظ له وارم حفظ سند حديث جا قبي جا حكاية ضع ما هي سبارة كيري فلا يجيب بالنعم أرن ما يها وان حفظ سلام قرية ولما فيه من الاستغناء عن الشيخ فيه waxay tusinaysaa tabarka waan garanayaa inaanu sheekhan waxba uga baahnaayno da cilmi yar waxaan waxba uga baahnaayn walaa yaqul yu'ran illa ma yama garanayna yu'ran wali ma fi min alkadhib taana been ba ku sugan haduu ila ma garanayo isoo wixii garay taana been ba ku sugan bal yaqul muxuu sa oranaya u xibbu waxan jecel yaan isma'u min alsheekh bay waxan jecel yaan sheekha kham maqlo ayu sheekhu ii sheego ayaan jecel aw ana safiida min inaan ka faa'ideeyo ayaan jecel أو أما بعودة وافق هذا عهدي به واختقي عن مقرأ أما بعان ديكتاي بري هوري هيدو هادا دي وحبك وحسو الشيخ يعني إيشيك أو هو من جهاتك مصح أما مركو حقي إنك هي مدى أدو إيشيك تو أدو مركا إيقا أقوم بدون أيو سي حديث يسوك ناشي سبطان تايو حقا قايين دوري إيران كما قلو فإن عليما هدو أغادو من حال الشيخ أردك حال الشيخ هدو كوغادو أنه يؤثر الشيخ وينو دوران أيو العلم إنه غدا بحفظه له وحو تشعليها الشيخ ومركو ويديين وقادين وقيهي بسرة مي وانو فرحين وكفر عيد رادد أيو دوني أبل وحن الشيخ يأرد يغنين وقران أيو وانا أقول له إنه يهي أيو وقاد يأرد يغنين الشيخ دوني إنه وقاد وكفر حيو أو أشار إليه بإتمامه أما إنتو أبي هذا ما حديث سوق تيبو لأرد يغنين لما يستر امتحانا للضبط وحنو امتحاما يا بلسدو وحوها يو أو حفظي أما سيدي وحي حفظي سيدي بامتحان أيام أو لإظهار تحصيلي أما سيدي وحي حصيلي علمي أيوم موتشين أيام فلا بأس اللي بيكم أسخنا مركا باتباع غرض الشيخ الشيخ أو تشدد سيدي الرعو ابتقاء مرضاتي سورها اللي هشي سرادين أيام وزيادة لرغبتي فيه قررصان أيام تشعي لغا مركا شيخه أرنتا وتشعيليها مركا إنه قد شوابه أو لما يسره وسيا شيخه تشعيليها مركا وياله إذا طاوح اللي بيكم أسخنا دير شوال قاينو والله.